المشاركة هي الطريقة التي نتفاعل بها ونمارس فيها حقوقنا. جميعنا نشارك في الحوارات والقرارات بشكل يومي حول من نود أن يمثلنا وأين نسكن وماذا نريد أن نأكل وأكثر من ذلك. في الأزمات قد تكون قدرة الأشخاص على المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية محدودة، لكن الحياة من دون المشاركة في القرارات التي تؤثر علينا ليست حياة كريمة. عدم المشاركة لفترات طويلة قد يؤدي لعدم شعور المجتمعات بالملكية تجاه المساعدات وعدم الشعور بالمسؤولية تجاهها. قد يؤثر هذا على الإحساس بالكرامة ويؤدي إلى انعدام الاعتماد على الذات واحترامها. المشاركة في سياق النزوح لا تحدث بشكل تلقائي، بل هي عملية تتطلب دمجها في جميع مراحل دورة حياة الموقع، من التصميم إلى الإعداد إلى إغلاق الموقع. إدارة وتنسيق المخيمات مسؤولة عن ضمان حدوث هذه المشاركة. السكان المتأثرين هم أفضل من يستطيع تحديد احتياجاتهم، لذلك فإن المشاركة هي من أساسيات برنامج إدارة وتنسيق المخيمات. يجب تمثيل مجتمع النازحين في جميع مستويات الاستجابة الإنسانية، وينبغي أن تمنح الروابط التي تم تشكيلها الفرص اللازمة لمشاركة المجتمع بشكل هادف في الإدارة اليومية لمواقع النزوح. السماح لهم بالحفاظ على كرامتهم والحد من ضعفهم وبناء قدراتهم. يجب شمول النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة لخطر الإقصاء من المشاركة بشكل ممنهج بطريقة آمنة، في حين أنه من المهم احترام ثقافة مجتمع النازحين. تساهم إدارة وتنسيق المخيمات في التخفيف من أي علاقات قوى استغلالية أو تعسفية قد تكون موجودة في تلك الثقافات والتقاليد. قد يظل دمج النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر محدوداً، ولكن يستمر تطوير أساليب وأدوات جديدة لتعزيز شمولهم. تذكر، المشاركة حق أساسي من حقوق الإنسان.